بعد اختيار خنشلة كولاية نموذجية من بين 4 ولايات في إنتاج إكليل الجبل، أشرف المدير العام للغابات وممثل الفاو في الجزائر بوضع جهاز تقطير الزيوت الطبية والعطرية حيز الخدمة، قصد استغلاله من طرف المؤسسات التي تم تكوينها في هذا الاختصاص، وهذا من أجل خلق نشاط تجاري اقتصادي لتنمية مناطق الظل. تقرير نبيل شخاب. تقدير ولاية حنشلة كان ولاية نموذجية في إكليل الجبل، وكان المجلس يعني ثمن هذه المبادرة، وراه يدعم فيها يعني بكل ما أوتي من قوة بالكفاءات وكذا، هي بالتنسيق مع مديرية الغابات، وإن شاء الله راح ينطلق يعني مشروع تقدير حنشلة كولاية نموذجية وراح يعمم على باقي الولايات. لونسمون تاع لا لومبيك تاع كوليكستراكسيون دي زويت اسونسيال، هذا هو لوبجي لو ريزولتا اللي درناه مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة اللي هو الممثل تاعها في الجزائر هو معايا، مشروع لتزبين بعض النباتات العطرية والطبية هنا في ولاية خنشلة، معنية بنبتة الإكليل الجبلي، وين هناك ثروة كبيرة. وشفتوهم في لي بريزونطاسيون، قلنا لكم باللي رافقنا إنشاء بعض لي ميكرو انتربريز إلى غاية اليوم عددها 35، وهذا العدد إن شاء الله سوف يرتفع في الأيام القليلة المقبلة.